البعض يشوف لون اللحم أسود يستغرب ويقول أكيد محروق. لا، هو اللحم هنا مدخن لمدة 12 ساعة. اللحم هنا متعوب عليه، مدخن على أصوله لمدة 12 ساعة. وهذا برجر البريسكت، ونزيد عليه هنا الصوص. سلام على شغلك. من أفضل الأماكن اللي تأكل فيها ساندويتش بريسكت. وهذا اللوف بريسكت، ونعطيها هنا من الصوص السبايسي. ويا مساء الخير، كريبس اوف ريبس، مطعم متخصص بتدخين اللحوم، حندخل هذا المكان ونكتشفه معاكم. العنوان خلف دانوب التحلية، وتحديدا بجانب ام اي كافيه. وهذا المطعم من الداخل، عندنا هنا مجموعة من الجلسات بالدور الارضي. وهذه مجموعة من الجلسات الاضافية بالدور العلوي. ونزلت عندنا هنا تشكيلة من الطلبات نعرفكم عليها. بداية عندنا هنا ساندويتش البريسكت، وهذه كرات البريسكت، وعندنا هنا برجر الواجيو. ومن الأطباق اللي نزلت عندنا هنا طبق الأضلاع المدخنة أو الريبس. ما شاء الله بيقدموا تشكيلة متنوعة من السندوتشات. عندنا هنا كريسبي الدجاج المدخن، ولوف بريسكت، وهذا الماكن تشيز. برجر البريسكت شكله يحمس. ومن الطلبات اللي نزلت عندنا هنا طبق الدجاج المدخن، بتقدم مع 3 أنواع من الصوصات بالإضافة للخبز والخضار. اللي يميز مطعم كريبس أوف ريبس إنه عندهم تشكيلة كبيرة من الصوصات تقدروا تستمتعوا فيها مع السندوتشات والأطباق. عندكم هنا الصوص الحار المدخن، طحينة، وهذا الصوص السبايسي بالإضافة للعسل، وعندكم هنا الباربيكيو بالإضافة لصوص كريبس أوف ريبس، وعندكم هنا كمان الصوص الميكس. ومن الأشياء اللي حيضيفوها على المنيو عندنا هنا عصير العنب.